لقد من الله سبحانه وتعالى علي بتأدية فريضة الحج العام الماضي والحمد لله، وأثناء تأدية طواف القدوم انتقض وضوئي وكانت نيتي للحج التمتع، وبعد الانتهاء من الحج علمت أن شرط صحة الطواف الوضوء كاملا، وذلك بعد أن تركت مكة، وأنا الآن أقيم في الرياض، فماذا يجب علي أن أفعل؟ وجهوني نحو هذا، جزاكم الله خيرا. إن كان يريد بطواف القدوم طواف العمرة أنه ذكر أنه متمتع، فكأنه يقصد طواف العمرة سماه طواف القدوم، وقد طافه على غير وضوء، نقول عمرتك غير صحيحة، لأنه يشترط الطواف أن يكون الإنسان على طهارة، فمن طاف على غير طهارة فإن طوافه غير صحيح. إذا كان أدى هذه العمرة التي لم يصح طوافها تحلل منها وأحرم بالحج، فإن معناه أنه أدخل الحج على العمرة، لأن العمرة التي أداها غير صحيحة، فيكون أدخل الحج على العمرة التي نواها من الميقات، فيكون قارنا، يكون بذلك قارنا والحمد لله، بدل أن يكون متمتعا لأنه لم تصح عمرته. ماذا يجب عليه الآن وهو في مدينة الرياض كما ذكر في رسالة؟ كما ذكرنا يكون قارنا، تكون أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج فصار قارنا، والعمرة التي أداها ليست صحيحة، لكن نية العمرة موجودة والإحرام بالعمرة موجود، أدخل عليها الحج فدخلت أعمال العمرة في الحج. إذا ليس عليه أن على هذا الذي وصفنا ليس عليه شيء، بارك الله فيه، إلا أنه لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا، فعليه على القارن. نعم نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Good job.